السلام عليكم. في هذا المقطع هذا غادي نحاول نعطيكم واحد النبذة صغيرة جدا على هذه القبيلة او هذا الناس اللي غتشوفوا في هذا الفيديو عندي اليوم ان شاء الله. هذه القبيلة اسمها سوكوما، اللي كتعتبر هي اكبر قبيلة في تنزانيا من ناحية تعداد السكان، اللي كيمثلوش تقريبا 16% من السكان ديال تنزانيا، يعني تقريبا 10 مليون نسمة. السكان ديال تنزانيا كاملين تقريبا ما بين 55 أو 54 مليون حتى 60 مليون نسمة، واللغة ديالهم هي لغة السوكوما اللي كيتكلموا بها، ونمط العيش ديالهم يعني كيعتمدوا على الزراعة وتربية المواشي والأبقار. ولغة السوكوما فهي كتعتبر لغة البانتو، والبانتو هي بحال اللي قلت القبيله الام ديال السوكوما وديال الكثير من القبائل الافريقيه، واللي كتعتبر البانتو كانوا في قبل تقريبا 3000 سنه كانوا تعيشوا في الكاميرون، يعني في البدايه ديالهم لما كانت يعني مازال قبيله صغيره شويه كانوا في الكاميرون. ولما بداو كيتكاثروا فبداو كينتشروا في افريقيا، فهم تقريبا في الكثير من الدول الافريقيه من الكاميرون وتنازلت لجنوب افريقيا وطلعوا شاني موزمبيق ملاوي تنزانيا، بزاف ديال القبائل يعني اللي من اللي كتعتبروا من البانتو اللي هي القبيله الام ديالهم. والبانتو فهم كيتشكلوا تقريبا من سكان افريقيا 30%، واكثر من 200 قبيله، يعني قبيله اللي بحال سوكوما يعني. وكل قبيلة تقريبا فيها 10 مليون 12 مليون، يعني بحال كاينة قبيلة شونا في زيمبابوي كتمثل وقيلا 12 مليون، وكاينة الزولو ديال جنوب افريقيا اللي معروفين الزولو اللي كانوا كيحاربوا الاستعمار الابارتيد، تاهما فيهم تقريبا شي 10 مليون نسمة من هاد البانتو، كتعتبروا تاهما من البانتو. بحال قلت قبيله واحده وكانت في الاول، ودابا ولاو خرجت منها بزاف ديال القبائل، ولكن مازال هما كينتميو للقبيله الام ديالهم هي البانتو، وفيها اكثر من 500 لغه. دي الطريق اليوم ان شاء الله، ولكن البارح ملي خرجت من هذاك بوكوندي شديت الطريق مع الظلمة، وخاصك تقشع واحد الولد وتشوف شي خريطة مزيان، وشديت واحد الطريق غلط، يعني كتلقى طريق بحال هكا وطريق بحال هكا، سمعت بحال هكا ماشي هي اللي كتبغي غادي اللي ماشي هي اللي غاديني للبلاصة هادي، يعني تقريبا ماشي بزاف، تقريبا شي 5 كيلومتر باش يعني اللي الطريق اللي يعني خاطئ، ولكن غادي ندخل غير واحد 2.5 كيلومتر ونخرج بالطريق الاخرى بلا ما نرجع من نفس الطريق، تقريبا نضرب 5 الي وعاود 5 اخرى هي 10، يعني غادي نضرب غير شي 2.5 هكاك وغادي نخرج بالطريق الاخرى. هي هذا الطريق، هذا هو الديكور الصحاري انا هنا كيما شفتو، هذوك الناس طبعاً هما كيعيشو هما هادو كيعيشو غير يعني بالكسيبة، يعني بالبهايم كيربيو الماعز البقار هداكشي وشوية الفلاحة، انا مكاينش فلاحة بزاف شوية، هادشي باش كيعيشو تقريبا هنايا. كتشوفو هنا الدنيا راه قاحلة هنايا، ولكن الا جيتي في وقيت الشتا شهر 3 4 5 كتكون زوينة الدنيا. Thank you.
هنا فين كيديروا. انا دابا وصلت لواحد الفيلاج هنايا، ماشي فيلاج، اي واحد بلاصه صغيره هنايا، فيها واحد القهوه راهي من ورايا هنا فين كيقادو هذاك الحوت تشوفو راه هو كيقادو، كيديروا الفاخر من التحت ولا العواد شالوا العافيه، وكيحطوا الحوت هنايا سميتو بواسون فيمي على حساب باش ما يخسرش، لان ما كاين لا ثلاجه لا والو، من بعد كطيبوه يبقى شحال ما بقى شهر شهرين لا ثلاجه بلا والو، كيحطوه هنايا كيسرحوا الحوت هنايا، ولتحت كاين الفاخر كيديروا الفاخر هنايا تحت كي كيبخروا بحال هكا كيتبخر. ما كيبانش بحال الحوت، كيبان بحال اللحم ولا شي حاجه. كيحلوه دايرين فيه واحد نسرحو هنا كيديروه يتشمش، واقيلا عاد كيديروه في هذاك عاد كيبخروه في هذاك العافيه. واد الصراحة، ولكن هذه هي القهوة اللي فطرت فيها هنايا، شباتي وأتاي كيديروا لي اعدام كحلوا الراس تا هو هلاك. اي داي تلقيت هاد البلاصه هادي هنايا في هاد القهوه هادي، تقول كاع راه كاينين الناس هنا الصراحه، بلاصه في شكال هادي لان هنا كاينه الصحراء. كيدبا كيديروها في الطيار على حساب الطيار ديال الواد، كيجي الحوت كيضرب تيدخل لداخل صافي كيبقى تمايا، ما كيبقاش عنده كيفاش يدير يخرج صافي، من بعد كحيدوه منها الستورة مخيطينها، وقال لك كيحلوها ملي كيدخل الحوت، ملي كيتجمع فيها الحوت بزاف كيحلوها كادو يسدوها. صراحة مأدب دير اللوحة هادي سي العيالات، انا كيديرو دوك اللعيبات في اليديهم وفي رجليهم ذلك، والدراري تا هما هيا كيديرو في رجل كيضحك حشمان جنب رفيقي. ايه كوي ما رفيقي اباري سلامة كبيزة لهي نيني رفيقي كاميرا نجيبوا بيتشا لا ريكوردي سا انا ريكورد يا نيا بعدين تبي شو عنقول زوجي هذا هو الواد خصني نقطعه، ما عرفتش كيف ندير نقطعه الصراحه. اويز كله دير انا
خاصني نقطع الواد هنايا خاصني نحيد دابا السيكان وداك الشيء باش نقطع الواد هنايا. وهذا الواد اللي كنصيدو فيه هذا هو السي بي تي. سي بي تي سي بي تي سميتو سي بي تي. هذا الواد هذا سير رجال كيديروا هذوك اللعيبات تفرج ليهم دابا غادي نتحرك بس نقطع الواد دابا غادي نقطع لهاديك الجهة راهي انا ما كاينش شي طريق غادي ننزل انا قطعت دابا قطعت الواد ومازال ما نسفوش رجليا غادي نكمل الطريق دابا ها هما الناس كيقطعوا هاد الواد عامر غيث الا دخلتي ليه بيكالا عامره بالسيكان غتلصق رجليا انا ملي كتجاي كيلصقوا في الغيث كيدخلوا في الغيث البيكالات خيلة غتهود لك في الغيس مازال عاونوني الدراري هذاك الدري الصغير اللي حدا مول الموطور ولا جوج دراري حدا البيكالا مولي عاونوني السيكون كاين الريح واحد بيساق مازال ما كملتش حتى 2 كيلومتر جات واحدة اخرى كاين شوك بزاف في هاد الطريق هادي يعني ضروري ما غادي تبع بياس والبنو تا هو ماشي شي حاجة كاين بياسة صغيرة غادي نفخها ونشوف تقدر تكون ماشي بياسة غالبا شي بياسة صغيرة ما جينا كدوة هذا هو الماء اللي كيشربوه هنايا صراحة ريحته خايبة طالع هنا واحد الريحة
كبيره فيه الزبل تاع اليوم. اه وات از ذس؟ ما كنتش كاملين كيديروهم في اليوم. هذا القبيلة في شي بلاصه اخرى خصك ترجع واش انا كتبقى كنقايش هذيك الطريق اللي باش تسمعها حتى كتخرج في الطريق عاوتاني الرئيسيه. فانا كل واحد هنا منين كيدوز اللي عنده بيكاله كل واحد اللي عنده موطور كل واحد كيعطيكش مزيان هداكشي هو هداك الجبل. واحد خاصني انا نمشي هكا يعني جيت هاد الجبل هدا ولكن بغينا نسولو شي واحد على الطريق لان مبيناش هنا. يلاه وصلت دابا لهاد ماشي دابا يلاه وصلت لهاد البلاصة هادي تقريبا شي نص ساعة دابا ولا 45 دقيقة. هنا كاين واحد الحانوت صغير بزز باش لقيتوك هنايا. المهم تغديت بواحد تشاب
شاباتي، كان عندي واحد الماطيشات قطعتهم درتهم وسط من الشاباتي وتغديت دابا بخير وعلى خير الحمد لله. وخديت الصراحة كانت عندي بياسة القدام وبياسة اللور، صراحة اليوم كان قاسح بزاف والله العظيم، الريح والعجاج والشوك يعني الطريق عامرة شوك بياسات، ما عرفش دابا ثلاثة ولا ما عاد ربعة غير اليوم، يعني غير هاد الصباح هذا يعني كل شوية بياسة. والطريق ما بيناش في الجي بي اس تلفاش والله العظيم، الجي بي اس كتعطيك انت راه هنا وكيبان لك انت راه غادي العكس، كتحماق. والناس هنايا ما كي بحال دابا دخلت واحد الوقيجة اجي ضرب شي 5 كيلومتر ولا ما عرفتش غير في بلاصتي كندور وكنرجع بلاصتي والله العظيم. في الاخر نلقى واحد بلاصه دايره باش شوك وسط الديور، وسط الديور صغار بحال مبنيين بحال هادشي هذا، فيها هذوك مسكومه هذوك قبيله. صافي جيت بغيت نسولهم على الطريق وراوني الطريق لهاد البلاصه اللي غادي ليها مطالة ملي كنقول لهم نهضر معاك هما 40 حتى راه هما 40 واحد في على كلي الدور بدا داير بها الشوك دغورين بهذاك الشيء ديال الاغصان ديال الطرح وباينين لداخل هما عيالات ورجال، كاين شي 5 رجال كبار ودراري صغار، المهم شي 30 واحد بشر كثير. تصور انا واحد وخايفين مني اقسم بالله، عرفتي نقول لهم ورونا هاد الطريق الله يرحم باكم هادي الشمس والعجاج وحق الله يبارك عليكم. وبياسه كانت عندي ديك الساعه باش نحيد من السوق باش نقعد، ما يمكنش انت غادي في السوق وغتوقف تقعد وغتعاود تجيك واحد اخرى غادي يطلع لك الدم. صافي بقيت معاهم والله ما بغى يخرج شي واحد حتى شويه، ويخرج واحد الراجل كيهضر معايا من بعيد تيقول لي تدير لي غير بحال هكا ليه قلت تخرج اصاحبي وري والله ما خرج شويه وانا نقول لي صافي الله يعاونك تشكرا. وبقيت تنقلب تلقيت الطريق غير بواحد شويه وانا نلقى وحدين اخرين واحد الدار اخر مشيت عندهم سولتهم لقيت داك السيد جد يعني كيعرف يتفاهم معهم، ما كيهضروش اغلبيتهم ما كيهضروش السواحليه كيهضروا باللغه ديالهم يعني اللغه المحليه ديالهم. صافي بقيت معاه شربت الماء بعدا رجعت عندهم ما كانت قاعده لي الماء شربت الماء نفست مزيان. صافي ويخرج ويوريني الطريق بقيت جالس نتبرد عندهم شويه. صافي خرجت وانا نجي لهنايا كانت هادي بعيده بشي 5 كيلومتر عاد دابا الطريق دابا بين يعني دابا هادي الطريق تقريبا الرئيسيه هادي جايه من بوكوندي. دابا انا داك اللي قلت درت مع الصباح البارح بالليل ملي غلطت فيها هادي ماشي طريق رئيسيه هادي كاش هذا ما كانش يسحبني يعني دايره بحال هكاك ماشي طريق هاي ديال البيك على موتور. وكل مره كتلقى طريق من هنا طريق من هنا طريق من هنا وكتشوف في الجي بي اس كتلقى راسك غادي هو هذاك شويه كتلقى راسك وسط الشوك وسط الصحراء. صافي كتبقى واش هادي كدور في بلاصتك صافي كتلقى واش هادي الطريق ولا كتلقى شي واحد دايز ولا شي حاجه كتسولو سير من اللي كتدخل عاوتاني وسط الشوك وداك الشيء حتى كتخرج الطريق عاوتاني اللي ديال الماطر وديال البيكالاج عاوتاني وكتبقى عاوتاني والله الا كتبزيش نص ساعه وكتلقى راسك عاوتاني تلفت على الطريق ما مقاداش. وهنا تقريبا الصحراء هنا كاينين هذوك الجبال اللي ها هما اللي عاطين شويه ديال الروح لهاد المنطقه هادي واللي كتشوف فيهم شويه ديال الحياه، اما الشيء الاخر سبحان الله كامل. والناس هنا كيعانيو الصراحه ما كاين لا ضو لا ماء، الماء كيشربوا معيان عشي ما كيبان لك قهوي مكان. دابا مازال لي واحد فيلاج غدا العيد ان شاء الله بعيد الحق عيد مبارك سعيد لكم كاملين، وكنتمنى كلشي يكون فرحان وكنتمنى نلقى الانترنت في هذا الفيلاج اللي غادي ليه مازال 8 كيلومتر باش نباركوا الدار وداك الشيء العواشير. اما اللي ما كانش ما عرفتش يمشي كاين واحد الفيلاج من وراه واقيلا اللي كبير شويه واقيلا بشي 60 كيلومتر يعني ما وصليش حتى الغدا في الليل ولا شي حاجه. هادشي لا كانت الطريق مزيانة، أما اليوم راه دابا راه 5 ولا ما عرفتش شحال ضارب ما عرفتش 25 كيلومتر ولا 10 كيلومتر بعد هادي ملي كتلف وكتبقى تدور في بلاصتك الصحراء هنا راه كدوخ كذب عليك كذاب والله تدوخ هاك تتلقى طريق من هنا طريق من هنا طريق من هنا طريق من هنا ما كتبقى حاجة وحدة كتبقى عيب هاد الجبال هادو
في كتبقى شاد العبار ديالك وبالشمس، اما الشمس راه كتكون واقفه فهمتي يعني ما كتبقاش كل ساعه يعني كتبدل لها البلاصه ديالها، كتبقى شاد غير بهاد الجبال هادو، انك خاصك تمشي من هنا خاصك ملي كنت انا لها خاصني نجي لهاد الجهه جيت هاد الجبال هاد، اما باش بقيت شاد العبار ديالك ورغم ذلك خاصك تلقى الطريق، هذا هو المشكل، انا باش تلقى الطريق صعيب، دابا كتخرج شي بلاصه كتبقى بحال هكا، طريق من هنا طريق من هنا طريق من هنا، كتبع شي وحده كتلقى راسك ما عرفتش فين خرجتي محبوسه وكاين الشوك والشجر. صافي دابا غادي نكمل، مازال 8 كيلومتر لهذاك الفيلاج ما طلع، واللي غادي نبات فيه ان شاء الله اليوم، ولا وصلت ليه ما وصلتش ليه راه نبات في الطريق على حساب الطريق كيفاش دايره والريح ضد اليوم، النهار كامل الريح ضد شي واحد الريح والله حتى كيدفعك كيرجعك للور والله العظيم شي ريح من جهدي دابا راه مخبي من ما بين هاد الحيوطه هذا ها غادي تسكي لك سالميه سالميه مرحبا وما قدر فيرني تبنية هذا بعد نكمل الطريق.